تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الأطباء إنه قد يحدث حمل دون أن تقذف المرأة، فهل في هذا الكلام معارضة لقول الله سبحانه يخرج من بين الصلب والترائب؟ لا، ما هو معارض، قول الله مقدم على قولهم، عندهم ما يحيطون بالأشياء، إنما يقدرون الأشياء ويدرسون أقدامهم، ولكن يفوتهم الشيء الكثير ويخطئون. نعم.